وأما هذا الرقص فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من الأئمة، بل قد قال الله في كتابه: واقصد في مشيك، وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار. وقال أيضا رحمه الله: فلا نزاع بين أئمة الدين أنه ليس من جنس الطاعات والقربات، ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة الدين وغيرهم من المشايخ يحضرون مثل هذا السماع، لا بالحجاز ولا بمصر ولا بالشام ولا بالعراق ولا بخراسان، لا في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ولا تابعيهم، لكن حدث بعد ذلك. وهذه الأحوال إنما فعلها الصوفية، ويزداد الإثم إذا كان هذا الرقص الذي يفعله هؤلاء الرجال يقصدون بذلك أنه يحبب الناس إلى الدين. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى لما قال أناس: نحن نتوب الناس ونحببهم إلى الدين، فقال رحمه الله: إنما يجب أن يتوبوا بالطرق الشرعية لا بالطرق البدعية، فإذا عرض على أنه من شرع الله عز وجل ظن ظان أن هذا من الدين وأنه يتقرب إلى الله به، وهو من الوسائل البدعية. وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضحة في تحبيب الناس إلى دين الله عز وجل. وأما ما يذكر من أن أبا محذورة أنشد بعض الأبيات فهذه من تلفيق الصوفية، تلك الأبيات تقول: لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. يقولون لما أنشد هذين البيتين كانت بردة على كتف النبي صلى الله عليه وسلم فتواجد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اهتز لهذه الأبيات من الولد والعشق والمحبة، فأخذ فقراء الصف يتقاسمون هذه البردة، وهذا كلام باطل لا يليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله قال كما في مجموع الفتاوى: قال: لم يجتمع الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا تابع التابعين لم يجتمعوا على التصفيق والصفير لا بدف ولا بصوت أبدا. ولذلك قال رحمه الله: ابتلي بهذه مما يسمونه بإصلاح الأحوال والقلوب، ابتلي بها بعض الجهال سيرا على طريقة الصوفية.